وقبل ما ننتقل يعني لبرضه خبر تاني خلينا نتكلم شويه، لان يعني كان في بعض الرسائل في ماتشات امبارح والصحف الانجليزيه تحديدا هنتكلم عنها يا كريم. البعض كان مع جدا فكره ان محمد صلاح تألق، والبعض الاخر كان بيشوف ان كان في نوع من التمثيل، يعني الاداء التمثيلي لمحمد صلاح داخل الملعب. فانا عشان كده عايزه شويه اتكلم معاك في الموضوع ده. خلينا نبدا من انا عشان ما شفتش الماتش فمش عارف هم بيتكلموا يعني هو في مثلا التليغراف بتتكلم محمد صلاح متهم بالتمثيل، مشيره الى نجم ليفربول بيواجه خطر الايقاف لمده 3 مباريات حال ثبوت ادعاء السقوط داخل منطقه الجزاء. هم بيتكلموا لو كان بيدعي يعني السقوط. وعلى الصعيد الثاني لا، في صحف اشادت جدا باداء محمد صلاح زي ما انت كنت بتتكلم وانت يعني زي مثلا صحيفه الديلي ميل كانت بتتكلم ان محمد صلاح تسبب في احتساب ركله جزاء مثيره للجدل في مباراه ليفربول وكريستال بالاس، وتسبب ايضا في طرد فان بساكا ليساهم في فوز فريقه هنا بقى بهدفين دون مقابل. صحيفه الديلي اكسبرس عنونت برضو تعليق على نتيجه المباراه، كانت بتتكلم ليفربول بيواصل انطلاقاته المثاليه في الدوري الانجليزي وبيهزم كريستال بالاس، واشادت جدا برضو بالنجم محمد صلاح يعني اللي لعب دور محوري في فوز ليفربول بالامس. لا بس ما لهمش حق الجزء الاولاني من الكلام، ما لهمش، مش ابو صلاح اللي يتهم بالتمثيل، يعني هو ابو صلاح بكل الانجازات اللي هو عملها دي كان بيدعي قبل كده كان بيمثل. انا بتفق اكيد لا معاك، لكن اللي احنا شفناه امبارح ان كان في اداء رائع جدا من ليفربول. ليفربول زي ما بيتقال كده بيوجه رساله شديده اللهجه لاي منافس ليه، لا خلاص يعني الدوري الانجليزي ده بتاعي كده، واضحه من البدايه.